مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما نبقى تحت تأثير ضغط جوي مرتفع على كافة أرجاء الوطن هذا يبقى يسمح ببقاء الأجواء المشمسة على كافة التراب الوطني مع ضباب محلي خلال الصباح الباكر بسواحل الغربية بعد الزواب الرملية التي ستبقى تنشط بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم بإذن الله ستبقى باردة بالمناطق الداخلية مقاييس ما بين درجتين إلى سبع درجات تصل الى تسع درجات بتيزي وزو سبع درجات ايضا بسواحل الغربيه ما بين عشره الى احدى عشر درجة بالسواحل الوسطى والشرقيه جنوبا سبع درجات ستسجل بشمال الصحراء تسعه بالواحد ستة بمرتفعات التاسيلية عشره بالهوكار كذلك باضرار وثلاثه عشر كعلى مقياس باقصى الجنوب الحراره القصوى خلال ظهيره الغد تبقى تفوق المعدل الشهري ولو ستعرف بعض الانخفاض الطفيف نحو سواحل مقاييس ما بين 20 إلى 23 درجة على كافة المناطق الساحلية 19 درجة متضارة بتيارة بسعيدة وباتنا 16 فقط بالبيض ما بين 20 إلى 24 درجة من الصورة نحو الواحد 26 درجة كعلى مقياس بإنسان لحب برج مختار وإنجزام وتقارب 22 درجة بمرتفعة الهجار وتاسيدي كذلك بإليزي وتندوف البحر خلال يوم الغد سيبقى جميل على كافة سواحل الرياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا الأجواء هنا أيضا ستبقى مستقرة ومشمسة مع 24 درجة مئوية بتونس 22 درجة بطرابلس والقاهرة 27 درجة بالخرطوم ترتفع بدرجة واحدة نحو العيون المحتلة مع أجواء غائمة تبقى مشمسة على باقي العواصم لتقارب الحرارة 33 درجة مئوية جنوبا بنيامي نعود إلى أرض الوطن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وثمانية وخمسون دقيقة والغروب على الساعة الخامسة مساء وتسعة وثلاثون دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء